افضل وقت تسالني هيني قاعد معك بقول مين عنده سؤال. وانا يوم الجمعه قلت لك اذا ما بدك تيجي ما في مشكله، اكتب السؤال وانا بجاوبك عليه. اذا اجاني السؤال وما جاوبتك اعرف اني بعرفش الجواب. في واحد صار كاتب لي السؤال 4 5 مرات مش عارف الجواب يا زلمه، مش عارف، صرت كاتب لي يا اربع مش فاكرني انا ابن تيميه. كثير شغلات ما اعرفش. زي واحد بيقول لي انت تعلم كل الاجوبه، انا كل الاجوبه يا حبيبي؟ يعني بديش احكي لك الكلمه تقول الشيخ متواضع، لا مش متواضع، ساقول كلمه حقيقيه، ما اجهله اضعاف الذي اعرفه. قال لا متواضع، مش متواضع والله اني مش متواضع، هي يمين بالله. ولو بلاقي حدا من مشايخ يدرسني لا اوقف شغلي، الحمد لله دخلي كويس، بخلي شغلي يمشي على التلفون باذن الله، بروح اتعلم الاقي حدا يدرسني. انت في نعمه كبيره الان، جالس حدا يعلمك ويدرسك ويفهمك ويجاوب على سؤالك وتناقشه. اللي كان يدرسني مات رحمه الله عليه، اللي كنت اروح اناقشه مات، اللي كنت اروح افضفض له مات، ما ظل لي حدا. لكني املي بالله جل في علاه.